صراحه ما كنتش اصلا اليوم خصم اقوى في مباريات المباراه. لاحظت انه اخطاء في المباراه الاخرى من غير واحد الخطا في الشوط الثاني. علاش؟ سامبلومون باسكو هو تيلعب 14 لاعب، حنا تقريبا تيلعبوا بواحد يعني ثلاثه مجموعات، حنا كنلعبوا واحد المجموعه ونص. ميزه اسماعيل امجد تضرب يعني فريمون تبقنا بالمعقول، وما بقاش عندي حتى ديك المجموعه الثانيه فيها التوازن. حاولنا خلقنا فرص، كاين فوارق في البنيه الجسمانيه ماشي بدنيه. تشوف اللاعبين ديال البرتغال كلهم كبار، لي بيفو تضربوا من بعيد، فارق في الحارس. هذه فوارق كترجع لتاريخ اللعبه، هذه النسخه 10 ديال كوب دي موند. حنا يلاه يلاه النسخه الرابعه، يعني دوك اللاعبين من الصغر تكونوا فرصه. الارقام ديالنا اللي تشوفوا كلهم خدمين معاهم سينيور يعني كبار. هذا هو فين تنهي الفوارق. رغم ذلك حنا صراحة تنتأسفوا على النتيجة، ودابا غادي يجي بدا التركيز على المباراة المقبلة باش إن شاء الله نشوفوا كيفاش نديروا باش نحققوا التأهيل إن شاء الله.